دكتور رمزي، هل من العنوان تراه مناسبا لآخر التطورات المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا؟ نستطيع أن نضع عنوانا عاما للحرب الأوكرانية الروسية. الحقيقة أنا أستطيع أن أقول أنها أشبه بمقدمات لحرب عالمية ثالثة تمر الآن بمرحلة استنزاف واختبار واستقطاب حاد، لكن هي أشبه ما تكون مقدمات لحرب عالمية ثالثة. ما زلنا في هذا الإطار؟ نعم نعم، إلى الآن الأطراف الدولية لم تحسم فيها الوجهات كاملة، يعني روسيا ما زالت تقدم رجلا وتؤخر أخرى، أمريكا ما زالت تراقب هذا الاختبار الذي أعتقد أنا اعتقادا جازما أن أمريكا من أنشأ هذا الاختبار، أمريكا من ورط روسيا بهذا الاختبار لتختبر شيئين، لتختبر ردة الفعل الروسية والقوة الحقيقية، لتكشف القوة الحقيقية لروسيا، ولتختبر مدى دعم الصين لروسيا، وهل إذا دخلت في حرب حقيقية مع الصين وهو ما تخطط له، حرب أو يعني نزاع مع الصين، نزاع حاد، هل سيكون هناك انقسام دولي يبدأ من روسيا ودول تتبعها؟ واضح أنه أمريكا ربحت في هذا الاختبار. وسأقول كيف ربحت. طيب، نعم. مقدمة لافتة دكتور، خلينا نأخذ عنوانا أيضا من ضيفنا في كييف وهو يعيش في قلب الحدث وعن قرب. دكتور سعيد، هل من عنوان مناسب لتطورات الساعات القليلة الماضية؟ هجوم بطيء روسي مع مقاومة شديدة للجانب الأوكراني، هذا هو عنوان المرحلة في انتظار التطورات القادمة، حيث تقوم القوات الأوكرانية حاليا بإعادة تنظيم أنفسها على عدة جبهات بانتظار وصول المساعدة العسكرية الأمريكية التي انطلقت منذ أكثر من شهر من الولايات المتحدة عبر البحر ووصلت إلى الشواطئ الأوروبية، ويتم حاليا نقلها من البواخر إلى البر ومن ثم إيصالها إلى الجانب الأوكراني لإعادة تشكيل المجموعات العسكرية الهجومية من أجل شن الهجوم العسكري المضاد الشامل لتعريض الأراضي التي تم احتلالها. طيب دكتور سعيد، إعلان رئاسة الأركان الأوكرانية اليوم الانسحاب من وسط مدينة سيفيرودونيتسك، إلى أي مدى عكس شعورا بخيبة الأمل، عكس شعورا بخيبة الأمل والانكسار ربما في كييف؟ أعتقد أن القول عن انكسار أو خيبة أمل فهذا هناك هذا خروج عن الحقيقة، عن حقيقة الوضع. دعونا نبدأ بالقول أن القوات الروسية التي تفوق القوات الأوكرانية عدة وعتادا تحاول منذ حوالي 3 أسابيع السيطرة على مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 100,000، وهي ليست ذات أهمية استراتيجية للجانب الأوكراني، وإنما ذات أهمية استراتيجية وسياسية للجانب الروسي الذي رمى إلى هذه الجبهة جل قواته وسحب قوات من جبهة خاركوف ومن جبهة خرسون، ومن أجل اقتحام هذه المدينة والسيطرة عليها بأسرع وقت وبأقل الخسائر. ولكن الجانب الأوكراني استطاع تحويل هذه المدينة إلى مصيدة للقوات الروسية، حيث أنهم استدرجهم إلى معركة شوارع داخل المدينة مقابل معركة الأرض المحروقة أو تكتيك الأرض المحروقة التي كان يستخدمها الجيش الروسي في كل الأماكن التي كان يقتحمها. وبذا فقد الجيش الروسي تفوقه المدفعي في حرب الشوارع، وفي هذه الحرب استطاع الجيش الأوكراني إطالة أمد المعركة من أجل تخفيف سرعة تقدم الجيش الروسي وتكبيده أكبر قدر ممكن من الخسائر. وبذا نجد أن هناك نجاح تكتيكي للجانب الأوكراني مقابل فشل استراتيجي وأيضا تكتيكي نوعا ما من الجانب الروسي. ابقى معي دكتور.